الأستاذ الدكتور حمدي سليمان في مؤتمر كارديالت. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي دكتور. ممكن حضرتك تكلمنا إزاي المريض يستعد للقسطرة؟ هو الحقيقة المريض اللي مطلوب له قسطرة تشخيصية النهاردة بقت حاجة روتينية جدا، ما فيهاش مشاكل أو أخطار. المريض أولا لازم يكون عامل تحاليل وظائف كلى، لازم يكون السكر في حالة كويسة متظبط إلى حد كبير بالأدوية. المريض يكون واخد الأدوية بتاعته قبلها بيوم، وبيجيلنا صايم في 6 ساعات على الأقل، لكن لازم المريض يشرب مية باستمرار علشان ما يحصلش أي مشاكل في الكلى. وإن كان النهاردة في أنواع جديدة من الصبغة أسعارها يمكن غالية شوية، ولكن ما بتأذيش الكلى، والمريض بيخش بيعمل قسطرة في خلال نص ساعة بيتحسن جدا إذا كان بتعمله توسيع أو دعامات. المريض القسطرة النهاردة أغلب القساطر بنعملها عن طريق شريان الإيد، بيتبنج بنج موضعي وبنخش بإبرة رفيعة جدا، بنحط القسطرة المريض ما بيحسش بحاجة، وعن طريق الشريان الإيد ده بنوصل للشرايين التاجية بنصورها، وده بيتم في خلال نص ساعة. وبعد كده في باندج بيتربط على الدراع، العيان بيخرج بعد 2 ساعات يقدر يروح بيته. بعض المرضى بيبقى في عندهم مشكلة في الشرايين في الإيد اليمين أو الشمال، فبنلجأ إن احنا بنعملها له عن طريق شريان الفخذ. في الحالة دي برضو لازم المريض يكون جاهز إنه يعملها، بس بيقعد معانا 5-6 ساعات بعد القسطرة علشان ما يحصلش أي نزف. وإن كان هو المريض يعني ما بيبانش أثر القسطرة لأنه هو ما كان شاكت إبرة، حاجة بسيطة خالص. النهاردة القسطرة وتوسيع الدعامات يعني بقت من الأعمال الروتينية للدكتور القلب اللي هو بيشتغل في التوسيع أو في الانترفنشن، وطبعا ده بيجي بعد خبرة كبيرة قوي وعدد كبير من الحالات اللي بتتعالج. أوكي، حضرتك حابب تضيف حاجة؟ حابب تضيف حاجة؟ لا أبدا، شكر جدا لوجود حضرتك معنا. شكر جدا، شكرا جزيلا.